الحمد الكريم مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء اينما كنتم اجدد لكم التحيه مره ثانيه. انتقلنا من هجن اصحاب السمو الشيوخ الى هجن ابناء القبائل، وهذه الانطلاقه الاولى لفئه الابكار اللقايه المحليات العصايل مع المسافه المقرره من نادي دبي لسباق الهجن هي الاربعه كيلو مترات. نرحب بهذا الشوط ونرحب وشوطنا شوط ايضا التأهيل من سيتأهل في هذا الشوط، شعار ابو سيف على المقدم اظني شعار او يمع بن سالم الرزي مع ملوح، يقدم ملوح في المركز الاول. خبير في عالم التضمير، له باع طويل ايضا في هذا المجال. ابو سالم يتواصل ايضا مع المقدمه. اما المركز الثاني فهنا هملوله محمد بن عتيج بن خفيه سعيد بن سهيل بن دريوي ايضا موجود في هذا الشوط مع المركز الثالث. ابو محمد موجود ايضا، الشريجي بن معدن على المركز الرابع يقدم المايديه ايضا. هناك ابو محمد علي بن سلطان بن رشيد في المركز الخامس مع الشاهينيه، خليفه بن سلطان بن رشيد حمد بن سعيد بن الحب العامري ايضا موجود مع مياسه في هذا الشوط على المركز السادس. بن كليب موجود في المركز السابع، بن هندي محمد بن خميس بن هندي على المركز الثامن ايضا موجود في الشوط الرئيسي. هناك ايضا شعار سلطان بن عبد الله بن دميثان، واشوف شعار بن غدير. يا هي شعارات تصول وتجول في هذا الشوط، شوط يعني يحمل معاه عمالقه الهجن، عمالقه الاشواط الرئيسيه يتواجدون في شوط رئيسي. يتواجدون ايضا في هذا التحدي، الناموس وين بيكون؟ نحن نراقب في هذا الشوط. بن خفيه من خذ المركز الاول، بن خفيه على ظهر همولوله، محمد بن عتيج بن خفيه اقرب واحد لك، بن دليوي اقرب واحد لك واقرب منافس لك ايضا. بن رشيد خليفه بن سلطان بن رشيد يقدم جديده مع الشاهينيه في ركضها يعني تمر في ركضها ايضا المركز الاول. يا سلام تطلع عن الشوط السبوق الله يخليها، اظهرت سرعه من اللمه. لو عصاها يا بن معدن قوس ما تيها، روحها بالسير مهتمه، هي لي بالوصف نعنيها، زعفران الشامي تشمه وفرح بن رشيد. نعم في هذا المجال يا سلام شوفوا. اما المركز الثاني بن خفيه بن معدن وشرجي بن معدن، نعم ابو محمد على المركز الثالث. يغير مع هذه الغاره، يغير على الغاره. الحق يا بن معدن الحق اذا انت يمكن انك تلحق بن رشيد ولا الجماعه شوفهم يعني مهدين لين هذه اللحظه. بن كليب لكلام ثاني في هذا التحدي في هذه الانطلاقه. ابو محمد غادم مع وبره سيبن علي بن كليب، هناك ايضا شعار مشعان بن سعيد بن غدير على المركز الخامس والمركز السادس. يا بن معدن نشوف الله يلي هاجم الله يلي متابع. هناك الطيارة ناصر بن سعد الهاشمي. الروح يا بن معدن روح نطلع من المعمعة، لأن مهما تكلمنا نحن ما نبغي سابع وثامن أو تاسع، نبغي بن رشيد خلاص. ودنا عند بن رشيد. يا سلوم راحت بعزم وإصرار، راحت بتقدم وإنفراد، بحالة استنفار على المقدمة. ولكن بن كليب أشوفها يعطي نظرات قوية مع وبره. يلا يا أبو محمد، راح أبو محمد عنك. الله كلهم قوم أبو محمد، بن رشيد وبن كليب وبن معدن. يا سلوم شوط أبو محمد هذا بنسميه
ميشوط ومحمد، ولكن بالرشيد، بالرشيد وصلت وبره، وصلت وبره، وصلت وبره، يا ملا حافظ، يا ملا حافظ، بنيفه 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 بالقصيده، بنيفه بالقصيده، بس نشوف وبره ماذا لديها، ماذا لديها من اخبار، ماذا لديها من تعليمات. بويا الله يا شريجي، حرك حرك، لان الجماعه، الجماعة بيحركون، الجماعة بيحركون. هذه وبرة، هذه يا سلام، يا سلام، يا سلام، يا سلام، وصلت، وصلت، وصلت اللي عليها الأنظار، ولكن وبرة بالرياوة شاهينية بالرشيد ما تستسلم، ما تستسلم. يلا هنقول ثلاثة، ثلاثة، اثنين، واحد. أشوف، أشوف، والخطورة القادمة من الثالث، أشوف جماهير، يا جماهير، من كليبي للثالث، اشتدت المعركة، المعركة يا هي معركة، الشوط يا هو شوط، الشوط يا هو شوط، الشوط يا هي إثارة، والشاهينية على المقدمة، من كليب، من كليب، من كليب، من كليب مع المركز الثاني والثالث، ولكن بالرشيد، بالرشيد مستعد، مستعد، مستعد لهذا التحدي، مستعد وجاهز، جاهز لهذا التحدي. نراقب، 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 هل، هل من مزيد، هل من مزيد يا ابو محمد؟ يلا يا وبره، يلا يا وبره، يلا يا وبره، تتجاوز وبره. الشاهينيه صامده، الشاهينيه صامده، وجماهير قادمه، جماهير قادمه، معركه كبيره، شوط مثير، شوط حساس. التاهيل وين؟ التاهيل وين؟ بالرشيد وين؟ خط النهايه، خط النهايه، وبره، 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 ولكن الشاهينيه، الشاهينيه، اللحظات الاخيره، الهجمه الاخيره، الهجمه الاخيره، وبره الشاهينيه، وبره الشاهينية، وبرة والشاهينية، وبرة، 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 يا ملا حافظ على وبرة، ضيقت الخاطر تسليها، غيرت من سمعة الزقرة، وازمت في الخالي يديها. تهانينا لسيف علي بن كليب، الثاني بن رشيد، والثالث بن كليب. ياهو شوط، والله ان شوط مثير. الرابع السعدي، والخامس علي بن بجر بريشة، السادس شريجي بن معدن، السابع غدير بن سعيد بن غدير، الثامن والتاسع والعاشر نتركن عند اللجنة. يكفينا فوز وبره.